عسلامة مسيو. أهلا عسلامة. أتمنى روحك. أنا دكتور بالقاسم شوكي، عايش في السياد تقريبا عندي 40 غادي ما شاء الله. قريت بالسكندار حتى الجامعة والبحوث، فهمتي؟ وأنا تو في عطلة. جيت لتونس. جينا لتونس. ما تجي؟ بريسك شاكرنا يعني، فهمتي؟ استنى مسيو باش نحكيو على الهجرة، وقلت لي باش ننصح الشباب. ولا شو نقول لك بقى بالنسبه للهجره؟ صعيبه شويه. نحاول نفهم الشباب اللي بيهاجر، لان ربما ما ثمش مستقبل في تونس، لكن في نفس الوقت ما ثمش مستقبل برا. كيف كيف يكون في اطار قانوني يعني خارج بشهيده، اسكو يلقى حظه ولا لا؟ والله سا ديبو انت البيي المشي لها، كي تمشي كندا ولا الدول الاسكندنافيه سي بيتات، تمشي لايطاليا ولا تمشي اسبانيا ربما يكون صعيب شويه. من ناحية شنو صعيب شوية؟ أول حاجة عدد المهاجرين الموجود في فرنسا وإيطاليا برشا، من جنسيات مختلفة، فهمتي؟ بالدول البعيدة شوية وموا، فهمتي؟ أقل هجرة، فهمتي؟ وبالطريقة هذه ربما يكون الظروف أحسن. بالنسبة للمهاجرين توا، قلت لي باش تحكي لي على الوضعية نتاعهم. الوضعية المهاجرين اللي شفتهم أنا، ديغولاس، صعيبة برشا. انا خرجت من السويد للدنمارك لالمانيا وبعديك فرنسا وايطاليا، اللي نشوف فيه في الشارع ما فهمت سي با ريزونابل. عباد فهمت تشوف الشوارع، عباد ما عندهاش ما تعمل، عباد انت تجيب كهربتك هم يجروا الكل باش يمسحوا البلال ساترا، عباد راقدة تحت القناطر، عباد داخله مافيات دروغ و مسيو. تتواصل معاهم هكا، تحكي معاهم، تستفسر الوضعيه اللي هم عايشينها؟ برشا مرات، برشا مرات، وبرشا مرات انه ثم ناس عندها وضعيه صعبه برشا. شنو يحكيوا معك؟ في عباد يقول لك انا جيت اوبليجي ما لقيتش خدمه، يلزم ندبر فلوس، يلزم نعيش، يلزم نكون مستقبل في تونس. يدخلوا عصابات دروغ، عصابات مافيا، فهمتي؟ ثم عباد يعني كما قلت لك الوضعيه نتاعهم مزريه برشا. شنو اللي يخلي شاب تونسي يغادر الوطن نتاعو باش يمشي يعيش معناها في الوضع هذا اللي تحكي لي فيه مسيو؟ ثم حاجتين، الحاجة الأولى اللي عايشين برا وجوا لتونس يعطوا صورة غير حقيقية للناس هذولا. يجوا بكراب ويشوفوهم ويخرجوا ويحوسوا حياتهم تبدلت. تبدلت ويشوفوها بالفصاح. لكن الوضعية الحقيقية مش هذه، الحقيقية أنه الهجرة فهمتي إذا كان مش منظمة راهي عذاب. أول حاجة تخرج بتحرق ديجا انت دا 50% 50%، ممكن توصل ممكن ما توصلش، حتى كان وصلت غادي ماهيش جنة على الارض يعني، شايفه ماهيش جنة على الارض، برشا مشاكل تستنى فيها. علاش الشاب التونسي كي تحكي معاه في الموضوع هذا ما ينجمش يفهمك؟ يعني الا ما يجرب. اكزاكتلي ما يصدقكش على خاطر يشوف فيك انت، ما انا فهمت كرهبتك امورك واضحه تمشي تحوس يقول لك ما يحبش يخرج البحر. لا فوالا هذه هي، هذه الفكره عنده. نصحتهم انت مسيو ولا؟ شنو تقول لهم؟ نقول لهم فهمتي اذا تخرج اخرج منظم، اذا ما ثمش تنظيم ما تخرجش. بالنسبه للي لقيتهم يعني في فرنسا في المانيا. باش نقول لهم غادي ديجا هم موجودين غادي فهمتي في الظروف هذيك، باش نقول حتى شيء راه صعيب صعيب شويه. صعيب يفهمك. صعيب شويه. فما نقطة أخرى مسيو قلنا باش نحكيو فيها، المشاكل اللي قاعدة تصير في السويد. باسكو دول السويد والمانيا وبرشا دول اخرى فهمني، الوضعيه هي بلا ثم عنصريه، ثم يعني عدم احترام الثقافه الاخرى، عدم احترام الديانات الاخرى باسم الحريه، باسم يعني التعبير، حريه التعبير، بس حريه التعبير ما تجيش على حساب ناس اخرين يعني، شايفه؟ لو تحكي لي مواقف صاروا هكا قدامك ولا صاروا معاك خليتك يعني تقول هكا مثلا اللي هي فما عنصريه ما يحترموش الاختلاف؟ كيما قلت لك الدكتور جاتي واحدة سورية خطفوا لها اولادها وحكيت لي بالضبط شو صار بالضبط، مأساة يعني، مأساة يعني فهمتي. بون حتى احنا راه مش باين زاد على خاطر تربيتنا حبوا الرب صغار كيما رباه في تونس او كيما رباه في سوريا او في العراق، وهذا ما يمشيش غادي غادي. حريه صغير عنده مكانته احسن من اللي مكانته صغير عندنا في تونس او في سوريا او في مقاطع. نحكيو على السويد. نحكي على السويد. ما
معناها غاديك لازمك تربي صغيرك على عاداتهم وتقاليدهم. لا مش حتى عاداتهم وتقاليدهم، احترام الصغير. معناها ما تضربش، ما تسبش، ما تعملوش معامله خايبه. عمليه مثلا حتى الخدمه، اذا انت اسمك عربي واسمك اجنبي ومش اوروبي، الحظوظ بتاعك قليله، فهمتي؟ الا هم اذا عندك مؤهلات كبيره سي بور دو بون تنجم تاخذ. من ناحيه كما قلت لك، عمليه الصغار مشكله كبيره برشا، عمليه العنصريه موجوده برشا في فرنسا وفي كل دول اوروبيه. كيفاش العنصريه بالضبط مسيو؟ نعم؟ كيفاش عنصريه؟ اعطيتك مثال، مثلا قدمتي انت وبرشا اخرين على خدمه معينه، وربما انت مؤهلاتك اكثر من جماعه الاخرين، شوف بالاسم، شوف الاسم السويدي او بلجيكا او المانيا، يختاروك بالعربي مثلا. مثال. انت مسيو تعرضت للعنصريه ولا؟ انا بالحسب الوضع نتاع جو سوي دكتور، فهمتي؟ بريفي غادي بور دو با، ما تعرضتش للعنصريه، ما تعرضتش، فهمتي؟ بس بعض الاحيان تسمع كلام، فهمتي؟ كيفاش الكلام؟ مثل مره انت ولا مره على خارج، فهمتي؟ من داري عرضت الدوسي دوا، والراجل ومرته قال لي كيفاش تسكن في دار كيما هذه؟ كيفاش تسكن دار؟ كيفاش عطوك تسكن فيها الدار هذه؟ هذا مثلا نوع من العنصر. هذا حسد. نوع من العنصرية مثلا. إي أعطيتك مثال. يعني صعيب التأقلم. بالنسبة لإحنا تو إحنا تأقلمنا، فهمتي؟ بس برشا عباد ما أنا صعيب باش تتأقلم. ثم عباد مازال يعيشوا كل شيء، يعيشوا في سوريا ولا في العراق ولا في، وهذا سي با جوست يعني. أنت عايش في دولة أخرى، بثقافة أخرى، بعادات أخرى، تحاول أنك تندمج شوية. ما تسيبش البيئة اللي عندك، بس ما تسكرش الباب على الثقافات الأخرى. يعني تحاول تتمسك بالمبادئ نتاعك وعاداتك وتقاليدك، في نفس الوقت تحترم الدولة وقوانينها يعني اللي عايش فيها بيان سور. بالضبط. باش تنصح المقبلين على الهجرة للسويد؟ على السويد أول حاجة الشباب ما عادش تقبل الهجرة كومبليتمون، فهمت؟ حتى كي تمشي غادي السويد ما تمش تقبل، على خاطر عندهم قانون يختلف عن الدول الأوروبية الجنوبية. اللي هو فهمتي، يلزم عندك إقامة قبل ما تبدا تخدم ولا تعمل حاجة، ضروري، فهمتي؟ ما تدخلش تدبر كونترا تقول لي نخدم، ما ثماش في السويد، يلزم عندك إقامة قبل الخدمة وقبل الكونترا. يعطيك الصحة، نخلي لك كلمة الختام. الختام تونس باهية، بس لكن يلزم خدمة برشا، خدمة برشا في كل المواضيع، بما فيها المواصلات، بما فيها البنية التحتية، بما فيها اقتصاد، بما فيها يعني. احنا شعبنا شعب متهمش شوي بصراحة. تجي لتونس هنيك بتشوف، فهمت؟ سيركلاسيون، ثم شوي عنف. جيتك. عملية التفكير يعني مانيش نخدم، ما عندناش عادات الخدمة، نخدموا معناها بور دو بون على بلادنا. كي تقارن تونس بجنوب كوريا، احنا في المام كا، فهمتي؟ تقريبا في نفس الوقت. كوريا تو شوفها فين وشوف في تونس فين.